مساء الخير. هو الأول من أيلول الذي يحتفي فيه الطلاب بعودتهم إلى مقاعد الدراسة، إلا أن هذا العام تأتي الفرحة مضاعفة، فبعد أن غير وباء اجتاح العالم ليغير الكثير من مفاهيم الحياة، وحل التباعد الاجتماعي ضيفاً نغص على الطلاب شوقهم للمدرسة وأجواء التعليم الوجاهي. هو الأول من أيلول الذي يعود هذا العام ليذكرنا كما في كل عام بسياسات الإجحاف والتمييز في توزيع الميزانيات على البلدات العربية مقارنة مع البلدات اليهودية، حيث لم تشفع جائحة كورونا للمدارس العربية للتخفيف من وطأة الاكتظاظ داخل الغرف المدرسية مثلاً. ورغم ذلك وبمناسبة عودة الطلاب إلى صفوف الدراسة، نتمنى أن تكون سنة دراسية ناجحة موفورة بالخير والإنجازات لطلابنا وطالباتنا في كافة مراحلهم التعليمية، فالتعليم هو سلاح الأقلية العربية دفاعاً عن وجودها وتأكيداً على حضورها في بلاد لا تكف مؤسساتها عن مساعي نزع الشرعية ولا تستكين في محاولاتها لاقتلاع الهوية الفكرية والسياسية لطلابنا العرب. أنتم مع بانوراما مساواة. إلى العناوين. أكثر من 2.5 مليون طالب وطالبة يعودون إلى مقاعد الدراسة في إسرائيل. عشرات الآلاف لن يعودوا إلى رياض الأطفال لتواجدهم في الحجر الصحي. فرض فحوصات دورية على المعلمين غير المتطعمين أو منعهم من التعليم وعدم منحهم مخصصات. طلاب الصف الأول يبدأون مسيرتهم التعليمية وليس مجرد بداية عام دراسي، وفي هذا العام الذي جاء وسط جائحة كورونا فرض عليهم وضع الكمامات أثناء الدراسة. ما هي ردود أفعالهم على ذلك؟ وكيف كان يومهم الأول؟ التفاصيل في تقرير الزميلة سماح وتد. سعيد؟ سريح؟ سعيد؟ انت زين؟ فتحت أبواب المدارس أمام جميع الطلاب دون استثناء. هو الأول من أيلول حل هذا الصباح رغم كل ما رافقه من نقاشات وتخبطات حول العودة إلى مقاعد الدراسة. باليد الأولى كمامة والأخرى فحص سلبي. يبدأ ناصر خطيب وزملائه مسيرتهم التعليمية في الصف الأول في ظل الجائحة التي غيرت ملامح افتتاح العام الدراسي. أنا ناصر خطير طالع الصف أول مبسوط كثير. مع مين أجيت على المدرسة اليوم؟ مع بابا. ليش أجيت مع بابا؟ لأنه شغله قريب على المدرسة. طيب شو أكثر إشي متحمس له اليوم بالمدرسة؟ صف أول. شو بدك تعمل اليوم؟ تعلم. الصراحة في كثير تخوفات مع الموجة الرابعة من الكورونا، والإشي مش خوف، الإشي أكثر تساؤلات، شو مع الكمامة، شو مع المعقم، الفحوصات اللي بدي أعملها كل يوم الصبح، ومتأمنين خير إن شاء الله. الكمامات والتباعد إيش ممكن نحافظ. في الجهة المقابلة هذا هو الطاقم التدريسي الذي صارع التعليم عن بعد طيلة العامين الماضيين، وها هو اليوم يحتفل بافتتاح عام دراسي جديد تحت تعليمات الشارة الخضراء التي تلزمهم بالتطعيم أو فحوص سلبية على نفقتهم الشخصية. أكثر شيء مشحف في حقنا إنه كل أصحاب المهن هن بإلن حق نخ تطعيم أو لا، إحنا أعطونا الحق ولكن مشروط. يعني أنا مع المارس بالصدفة أنا الطعام بخط التطعيمات اثنين، ولكن في معلمين إذا ما تطعموش، بعرف معلمين اثنتين أو اثنتين بدرسنا أو واحدة، فإذا صفة طلع بدود هي بكون على حسابها الحالات، تخت حالات على حسابها. ليش؟ مع أنه أصحاب مهن ثانيين ما شرطوا علينا لما رجعوا على البنوك لما رجعوا على المستشفيات، إشي كان بس بخصنا إحنا، يعني إنه إني بيعطيكوا حق التطعيم ولكن مشروط. أكثر من 2 مليون طالب وطالبة في جميع أنحاء البلاد عدا عن الطواقم التدريسية يعودون اليوم ويملؤون الساحات والصفوف متطلعين لعام دراسي جديد، آملين أن يستمر على أرض الواقع هنا في هذا المكان تحديدا. كل ذلك وسط مخاوف من تفاقم الحالة الوبائية في البلاد، ما قد يؤدي إلى إغلاق أبواب المدارس مجددا. سعيد
وللحديث عن الإجراءات الاحترازية التي طبقت في المدارس ينضم إلينا دكتور زاهي سعيد وهو المتحدث باسم وزارة الصحة للمجتمع العربي. مرحبا بك يا دكتور. مرحبا بك. يعني بداية حدثني كيف هو انطباعك عن سير اليوم الأول في المدارس؟ الأول يوم مر بشكل جيد، الطلاب مبسوطين كلهم والمعلمين، وإن شاء الله نكمل في الاتجاه هذا. طبعا المحلات اللي فيها أرقام وعدد مطعمين قليل في إيدنا إحنا أن نخلي المحل كل الصفوف مفتوحة. لما إحنا نطعم الصف يعني عنا بهاي الشهر في عنا فرصة حتى بتطعيم واحد، إذا كان في عنا صف معين لازم يتسكر عشان نسبة التطعيم نقدر بهذا الشهر نطعم ونفتحه بكرة بعد بكرة. يعني أنت تقول أن افتتاح جميع الصفوف وجميع المدارس في المجتمع العربي تعود في يد الأهل بالدرجة الأولى حتى في المدن الحمراء. طبعا في المدن الحمراء وفي طبعا المجلس المحلي، الأهالي ومدير المدرسة، إذا في مدرسة معينة صف معين بده يتسكر لأنه النسبة هي واطي، إحنا بنقدر نعمل حملة تطعيم ونرفع النسبة ل 70% ونفتح الصف. يعني اليوم هذا بخلينا بشجعنا ناخذ التطعيم وبشجع الأهالي وكمان المجالس ورؤساء البلديات يكونوا هن شركاء في هاي المهمة ويساعدوا ويرفعوا نسبة التطعيم. يعني هناك رؤساء بلديات تحدثوا عن بلبلة وعدم وضوح في الإجراءات الاحترازية التي أوصت بها وزارة الصحة، لكن أريد أن أسألك هل سوف وفق ما نشرتم طبعا في الوزارة سوف يعود يعني تحديد الشارع الخضراء كل أسبوع؟ كيف سوف يتعامل المدراء المديري المدارس مع هذه القضية؟ يعني ما هي تفاصيل هذا الأمر؟ لا طبعا هنا المسؤولية الشخصية كثير مهمة طبعا في كل الوباء وخصوصا هنا كمان الفحوصات اللي لازم نعملها، اللي بعده ما تطعمش نحن بننصحه يتطعم لانه هاي الطريقه الصح، واللي كمان كان عنده اللي كان عنده الكورونا وصح وكمان مرق المتعافين ومرق نص سنه احنا كمان نوصي انه يتطعموا، هاي الطريقه الصح. لما احنا الجميع بيتطعم بنقدر نكمل التعليم بشكل لآخر السنة بدون ولا إعاقة ولا إغلاق ولا إشي. عشان هيك المسؤولية الشخصية برجع بقول للأهالي وللمعلمين هي كتير مهمة، نعمل التعليمات، اللي لازم نعمل فحص نعمل الفحص، واللي لازم يطعم وبقدر يطعم وفيش مشكلة طبية يطعمه، لأنه هذا هو العلاج الصح في هذا الوباء نقدر نعيش ونخلي الطلاب. كتير مهم أنه الطلاب يفوتوا على المدرسة ويتعلموا السنة هاي بدون ولا يوم تعطيل، كثير مهم. هاي احنا هذا الهدف تبعنا كوزارة الصحة انه ما يكونش في تعطيل بسبب اسباب صحية كورونا، اسباب ثانية لا حول ولا قوة، اما الهدف تبعنا انه العام الدراسي يكون ناجح وما يكونش في اغلاقات وكل الطلاب يروحوا يتعلموا ويطلعوا من الوضع النفسي الموجودين فيه الذي تدهور نتيجة عدم الذهاب للمدارس. ولكن دعني نذكر قضية يعني هي لم تخفى، هناك خوف داخل وزارة الصحة ووزارة التربية والتعليم أننا قد نشهد ارتفاع في وتيرة الانتشار، هذا أمر متوقع ونحن تقريبا نريد أن نلاحظ إلى أي درجة، كيف تتعاملون مع هذه القضية؟ لا احنا متوقعين أنه يكون في ارتفاع بسبب شغلتين، المدارس وعياد عياد اليهود اللي جاي علينا من الأسبوع الجاي، احنا متوقعين. وكل الشغلات اللي عملناها إشارة الخضراء وكل الطلبات تبعتنا الكمامة والتطعيم هدفها انه شوي نعمل انخفاض في الأرقام عشان لما يكون في ارتفاع بسبب المدارس ما يكونش نوصل لأرقام، واحنا الانخفاض اللي وصلنا له اليوم كثير منيح بحضرنا مأكد رح يكون في ارتفاع في الشك، والارتفاعات رح يكون في الحالات اللي هي طبعا في الأجيال الصغيرة، وطبعا بده يكون في الحالات اللي هي مش صعبة، احنا متوقعين يكون في ارتفاع. عشان هيك كل الإجراءات اللي عملناها وكل التعليمات والتشديدات عشان نوصل لافتتاح المدرسة بوضع منيح، واليوم احنا وصلنا بوضع شفنا الانخفاض، صار في انخفاض والحالات صعبة كمان هقل، احنا في الطريق الصح وبنقدر نفتح المدرسة حتى لو كان في ارتفاع من نظر نعيش معه. نعم يعني هنا أريد أن أسألك، 10 بلدات عربية هناك فيها الكثير من المدارس لم تفتتح أبوابها، 20 بلدة عربية على ضمن القائمة الحمراء، وأنت تقول بأننا لابد هذا أمر واقع سوف نشهد ارتفاعا ورح يكون 40 كمان بالأسبوع اللي بعده، احنا بنشوف 10 20 طبعا إذا احنا
البلدات هاي البلدات الحمراء اللي هذا اللي حكيناه انه رئيس المجلس رئيس البلدية بيقدر يعمل حملة تطعيم ويرفع عن نسبة التطعيم لفوق 70% والصف راح ينفتح. يعني هون المهمة هاي عنا بنقدر نستغلها كحافز انه نفتح الصفوف والاهالي طبعا راح يساعدونا انه نفتح الصف لما الجميع بيطعموا بنقدر نفتح الصف بشكل آمن. أنت في النهاية قد لا يكون هذا تخصصك ولكن أليس هذا فرض والدخول إلى الحيز الخاص؟ يعني لا نفتح الصف إذ لم يكن هناك 70% من الطلاب متطعمين، هناك أهالي لديهم تخوف، لن يسمح للمدرسين بالذهاب إلى المدارس وممارسة عملهم وسيخرجون إلى راتب دون تعويضات أو دون أي مخصصات، ألا يعني كيف تناقشون هذا الأمر داخليا في وزارة الصحة؟ طبعا كل واحد بالآخر بيقرر إيش بده يعمل، يطعم ما يطعمش، في حرية مليانة. بس إحنا لما إحنا بنحكي على الصحة الصحة العامة بنحكي على الصحة العامة، إحنا بدنا نحافظ على أكثرية المواطنين على الطلاب على أهاليهم لما بدي روحوا على البيوت. إحنا وظيفتنا نحافظ على صحة المجتمع، عشان هيك اللي بدوش يطعم إحنا منجبروش، بس من ناحية تانية في له يعني نتائج تسكير الصف او انه بدرش يجي يعلم، لانه في انا مسؤوليه هون. احنا ما بدرش واحد مش متطعم اللي معقول يجي ويعدي، خصوصا لما في عنا نسبه كثير واطي. مسؤوليتنا احنا نعطي التعليمات المضبوطه وكل واحد بقرر بالاخر قرار تبعه، كل واحد بيعرف شو قراره الصح. احنا بنوجه وبنقول الطريق الصح هي التطعيم، فيش اجبار. بس بتقدرش انت واحد كمان بدوش يطعم ويعمل شو بده ويعدي غيره ويسبب وفاة الناس تنايا ونقول له انت حر. يعني في كمان هنا المسؤولية الشخصية في إلى حدود، احنا بنحترم كل واحد وأراؤه، اما لما بنحكي احنا على المصلحة العامة على صحة المجتمع في هنا مجبورين احنا نتدخل ونساعد نحافظ على الأكثرية. كمان يعني اللي متطعم شو ذنبه يجي واحد مش متطعم ويعديه؟ نعم، عشان هيك احنا بنطلع على المصلحة العامة والقرارات تبعتنا هي بتهدف مصلحة الجميع. إذن هو تضارب مصالح ولكن الأهم هي مصلحة الجماهير بشكل عام والحفاظ على الصحة. شكرا جزيلا لك على حضورك هنا معنا اليوم. يعتبر الأول من أيلول هو يوم عيد للطلاب والمعلمين خصوصا في ظل تفشي وباء كورونا، بعد أن احتاج تحقيق افتتاح العام الدراسي بذل مجهود كبير، لنشاهد معا شخصيات سياسية واجتماعية وصحية تهنئ الطلاب بافتتاح العام الدراسي. هنأت شخصيات عامة وقيادات عربية بمناسبة افتتاح السنة الدراسية الجديدة في أنحاء البلاد بعد انقطاع بسبب انتشار جائحة كورونا والقيود المفروضة لمنع تفشيها. وأكدت عضوة الكنيسة عن القائمة المشتركة عايدة توما سليمان على أهمية الانتباه للتحديات التي تواجه افتتاح السنة الدراسية في ظل استمرار انتشار الجائحة في البلاد. هذا المشهد صباحا بالأهل متجهين إلى المدارس مع أبنائهم بناتهم مع الأحفاد أحيانا، فيها فرح كبير، فيها شعور بأننا نحضر أبنائنا للحياة، نعدهم من ناحية التعليم، من ناحية القدرات، من ناحية تطوير شخصياتهم. أعتقد بأنه يعني هذه فرحة لا الكورونا ولا الاكتظاظ يستطيع أن يسلبها من أطفالنا. وأوضح مدير مدرسة بيت الحكمة في رهط معاناة الطلاب خلال التعلم عن بعد بسبب انتشار الجائحة، ويجب العمل على الاستمرار وإقامة سيرورة تعليمية كما ينبغي. استقبلنا اليوم نسبة كبيرة من طلابنا، استقبلناهم بفرح بسرور، لأن المدرسة هي المكان الطبيعي لهم. الكثير من الطلاب أحضر تصاريح وهي تفيد بأنهم معافين وسليمين. يجب علينا في مدينة رهط وفي كل النقب أن نشجع عملية التطعيم حتى لا نعود أيضا إلى عملية إغلاق المدارس. وطالب إمام المسجد في الكسيفة سلمان أبو عبيد بضرورة الاستمرار في التعليم وتوخي الحذر والمصارعة في تلقي التطعيم المضاد لكورونا لضمان استمرار السنة الدراسية. مع بداية السنة الدراسية الجديدة نقدم تهانينا الحارة للأهالي والطلاب والهيئة التدريسية والمدراء والمعلمين
ونأمل أن تكون سنة دراسية موفقة منها النجاح في ظل انتشار جائحة وباء كورونا. كما وهنأ نائب رئيس مجلس الكسيفة خالد أبو عجاج بمناسبة افتتاح السنة الدراسية الجديدة، وطالب المعلمين والمعلمات ببذل المجهود المطلوب لسد الفجوات التي يعاني منها الطلاب بسبب الجائحة. أولا نهني ونبارك الطلاب والطالبات، الآباء والأمهات، المعلمين والمعلمات ومدراء المدارس والأهل بمناسبة افتتاح السنة الدراسية بانتظام تام في قرية كسيفة هنا في النقب. لقد قمنا في المجلس بتهيئة وتحضير جهاز التربية والتعليم كما يجب وكما هو مطلوب. وأشار رئيس مجلس الرينا جميل بصول خلال افتتاح مدرسة الفراب الجديدة إلى توفير كل ما يلزم للطلاب بهدف توفير البيئة المناسبة والإنتاج والإبداع. أهل بلدنا، لطلابنا، طاقم معلمينا، نتمنى لكم بالنجاح. افتتاح السنة الدراسية خالي إن شاء الله من كل فيروس ومن كل مرض أو عوائق. وأعرب مفتش وزارة المعارف خالد حجازي عن أمله بأن يسمح الوضع الصحي باستمرار التعليم داخل المدارس على مدار السنة، وأكد على أهمية اللقاء اليومي والتواصل الاجتماعي بين الطلاب والمعلمين. بهذه المناسبة منبارك للجميع بافتتاح السنة الدراسية. الهدف كان بوزارة المعارف أنه نفتتح السنة الدراسية والطلاب يتواجدوا عندنا في المدارس، هذا شيء مهم جدا. التواصل مع الطلاب باليوم يوم ووجودهم بالمدرسة هذا هدف سعينا له والحمد لله نجحنا. وبارك مسؤول ملف الكورونا في مجلس أبو غوش إحسان موسى أبو غوش للطلاب والمعلمين والأهالي بمناسبة افتتاح العام الدراسي الجديد، وشدد على أهمية الالتزام بتعليمات وزارة الصحة ووزارة التربية والتعليم لمنع انتشار الفيروس. أدرجت مدينة يافة الناصرة ضمن القائمة الحمراء، ورغم ذلك افتتحت مدارسها وبدأت هذا العام ككل بلدة عربية، وهي في طريقها إلى أن تصبح بلدة صفراء. ينضم إلينا الآن رئيس مجلس يافة الناصرة، مرحبا بك أستاذ ماهر خليلي. مساء الخير لجميع المشاهدين والمستمعين. يعني قد يجوز في هذه الحالة أن نقول لك مبروك أنكم في طريقكم للخروج من الدائرة الحمراء. بشكل فعلي اليوم احنا وصلنا خبر حسب الترتيب العام احنا بلدة صفراء. بلدة صفراء، ورغم ذلك افتتحتم العام الدراسي وافتتحتم جميع المدارس كما حدثتني سابقا، ما المجهود الذي بذلتموه حتى تحققوا هذا الأمر؟ طبعا كل نشاط وكل عمل وعمل مشترك بين كل الأطراف، بداية من رئيس المجلس المحلي والطاقم الإداري في المجلس المحلي، مدير قسم المعارف طبعا وقسم المعارف ككل، المدراء، لجنة الأهل، الأهالي أنفسهم، لكن الإمام مطلق أنه التعليم الوجاهي هو بيعطي أكثر نجاح للمجتمع العربي. طبعا التعليم عن بعد له وزن ولكن لا يتلائم مع البنية التحتية في المجتمع العربي خصوصا في يافة الناصرة، فإحنا كان عندنا إيمان قاطع أن التعليم الوجاهي هو يعطي أكثر نجاحة، وعملنا بشكل دائم على تشجيع تطعيم لكل الأجيال خصوصا جيل 12 لجيل 18، وحاليا احنا مستمرين في هاي الحملة حتى نعطي كل أكثر من 70-80% من هذا أبناء الجيل يكونوا متطعمين ونرجع التعليم الوجاهي بشكل فعلي. يعني هناك شكوك في أن انتشار الفيروس قابل ومرجح للارتفاع، رغم أنك يعني تقول بأنكم في الطريق لتصبحوا صفراء وربما خضراء، نأمل ذلك، ولكن هل تتخوف من هذه الخطوة انتشار الفيروس أن يعيدكم خطوة للخلف وليس للأمام؟ طبعا احنا اليوم صار عندنا خبرة في التعامل مع قصة فيروس الكورونا، متأمل أن مجتمعنا يخلع من هذا الفيروس كمان العالم ككل. احنا جاهزين لكل حدث بيصير، الحمد لله احنا مهيئين، جهزنا المدارس بشكل فعلي، الطاقم التعليمي، المدراء المشكورين على جهودهم، وصراحه كل موقع وكل حدث بيصير احنا نتعامل معه حسب الحدث نفسه. بتامل انه الامور تكون احسن، كيف انا شايف الامور في يافة الناصرة بشكل خاص والمجتمع العربي رايح على الطريق المضبوط، عمنه في انخفاض فعلي. انا مطلع كمان على الامور وحيفيات كيف النزول وراح نشتغل عليه بشكل اكثر واقوى. نعم، وهل هناك خطوات معينة تقومون بها داخل البلدة أو المدينة لإقناع الأهالي على الإقبال أكثر على التطعيم؟ ف
صراحة احنا دائما نعطي ورشات عمل ومنها ارشادات وتعليمات من بداية من المدراء اللي بيحثوا طلابنا على التطعيم، وهذا زي ما نقول خطة عمل اللي بناها قبل افتتاح السنة الدراسية. عملنا اجتماعات كوكب من الاجتماعات حتى نعطي هاي المساحة مع المدراء، مع لجنة الاهل، مع مدراء الاقسام، مع كل، حتى نعطي انه لطلابنا يطعموا ونشجعهم. وكمنا كما تقول في توعية عن طريق الإعلام بشكل دائم، ومن هون عن طريق منبركم وعن طريق تلفزيونكم ندعي لطلابنا كل المجتمع ربي يطعموا وعن جد يرجعوا لصيروا الطبيعية. وهذا زي ما تقول هدف اللي بنسعى له، عمل التعليم الوجاه وبعت أنجح وأحسن لطلابنا. هل واجهتم مشكلة لدى الأهالي في إقبالهم على التطعيمات؟ هناك الكثير من الناس التي تشكك في هذه التطعيمات، هل واجهتم هذه المشكلة؟ خصوصا أنه هناك طبعا تذمرات من أن البعض لم تصلهم الرسالات أو الدعايات التوعوية ضد هذا الفيروس وأهمية التطعيم. أستطيع أن أقول أنه هي حالات عينية، مش أنه عبارة عن ظاهرة، هي حالات، والحالات متعامل فيها بشكل فعلي على انفراد، وكل واحد منحاول نوعيه ونرشده هاي الأمور. واللي غير مقتنع في التطعيم يعمل فحص دائم حتى عجب يرجع يتعلم أو أنه يكون متعلم. الطاقم التعليم عندنا ككل تقريبا في يافطة الناصري لحد 90% من الطاعم، وبعتها رشدة والتعليمات للطلاب. في اللحظة الإشي المعلم أو المدير مآمن بهذا الإشي فأكيد رح يعكس على الطلاب. هذا اللي احنا أول شيء عطينا لمعلمينا يآمنوا بهذا الإشي ويطعموا، فنعكس على طلابنا، وهذا الإشي فعل في تقدم منيح أنه طلابنا قاعدين بيطعموا. نأمل أن تشقوا طريقكم إلى الشارة الخضراء. شكرا جزيلا لك أستاذ ماهر. وكما في بلدات الجليل شمالا، افتتحت غالبية المدارس العربية أبوابها في النقب جنوبا وسط أجواء ممزوجة ما بين الفرح بالعودة إلى مقاعد الدراسة وبين الخوف من انتشار الجائحة. في أجواء من البهجة والسرور انطلق العام الدراسي الجديد في ظل وباء الكورونا، حيث وصل عشرات آلاف التلاميذ إلى رياض الأطفال والبساتين والمدارس الابتدائية والإعدادية والثانوية في كافة أنحاء النقب، نصفهم تقريبا بالسفريات كونهم يسكنون في قرى مسلوبة الاعتراف. 19-2020 احنا اليوم سنة جديدة، الحمد لله بنشوف حركة السير، حركة الأولاد، الأولاد مبسوطين، الأولاد ودهم يرجعوا على المدارس، الأولاد بهمهم يتعلموا ولازم يتعلموا، الأولاد خسروا مادة كثيرة، خسروا وقت كثير. احنا اليوم في 1/9 وسنة جديدة من السنة الدراسية، نسأل الله أن السنة هذه إن شاء الله تكون سنة موفقة لطلابنا، طلاب كسيف وطلاب كل الداخل الفلسطيني. نتمنى لهم إن شاء الله سنة بدون هذا الوباء اللي مرينا فيه من السنة الفاتت والسنة اللي قبلها، الأولاد ما تعلموا خسروا كثير مادات. ويجرى التعليم الوجاهي في معظم الصفوف والمدارس طبقا لأنظمة الشارة الخضراء، حيث سيعتبر متلقو الجرعة الأولى خلال الشهر الأول من الدراسة مطعمين، فيما ستبذل مساع لرفع نسبة التطعيم لدى باقي التلاميذ، حيث تم التوجه إلى الطواقم التدريسية بهذا الخصوص. احنا مبسوطين في افتتاح المدرسة، لقينا أصدقائنا ومعلمينا ومعلماتنا، وبتمنى أن نرجع كل المادة اللي خسرناها في السنتين الماضيات. افتتاح المدرسة كان مميز وشفنا أصدقائنا ومعلمين، واكتمل الجزء الثاني وانبسطنا، وكان في مادة كثير ضايعة علينا، والسنة راح نرجعها بإذن الله. نحو 107,000 تلميذ يدرسون من مرحلة الجيل الغض وحتى الثانوية في مدارس النقب، في 110 مدارس ابتدائية و46 مدرسة إعدادية وثانوية و774 روضة أطفال. ولكن فرحة نحو 1500 تلميذ من قرية أنبطين لم تكتمل بسبب إعلان وزارة التربية أن عليهم التعلم عن بعد بسبب تفشي كورونا في القرية. ليس أجمل من حماس الطلاب. 91,000 طفل في رياض الأطفال لم يتمكنوا اليوم من المشاركة في افتتاح العام الدراسي، وذلك بسبب وجود بعضهم في الحجر الصحي وإصابة بعضهم الآخر بفيروس كورونا، و150,000 طالبا في المرحلة الإعدادية والثانوية بدأوا عامهم الدراسي بالتعلم عن بعد، وذلك بسبب وجودهم في مدن وقرى حمراء
وفي صفوف تطعم بها أقل من 70% من الطلاب. عن تأثيرات عدم مشاركة الأطفال في رياض الأطفال تنضم إلينا الباحثة والمتخصصة في مجال الطفولة المبكرة دكتور نبيلة سبانيولي. مرحبا بك. أهلا وسهلا، مساء الخير لإلك ولجميع المشاهدين والمشاهدات. دعيني أولا أحيي وأعيد على أطفالنا وطفلاتنا اللي وصلوا وقدروا اليوم إن يصلوا لافتتاح السنة الدراسية. كل عام وأنتم بألف ألف خير. وأنت بخير عزيزتي، ولكن دعينا نتحدث 90,000 طفل، هذا ليس بالرقم القليل، هذا يعني أيضا أن هناك خلفهم أهالي وعائلات اختلطت مخططاتها في هذا العام. كيف سيؤثر عدم مشاركتهم بالعام الدراسي على نفسياتهم؟ طبيعي جدا انه الاطار المدرسي هو اطار اجتماعي وله وظيفه اجتماعيه ونفسيه، لانه الاطفال عاده في جيل الروضه وبجيل المدرسه هن بحاجه لاطفال اخرين كمان من اجل لعبهم وكمان من اجل تعلمهم، وحالتهم النفسيه في العزل اللي هن موجودين فيه طبيعي رح تتاثر من بسبب العزل. ولكن في مشان هيك في دور على الأهل كبير في هذا الحاجة لدعم ومرافقة ومتابعة الأطفال من قبل المدرسة ومن قبل الروضة ومن قبل الأهل، حتى نقدر إنه إن ندعمهم في إنهم يمرقوا المرحلة هذه بأقل ما يمكن من الضرر. الضرر العاطفي والضرر النفسي هو عمليا كل الأبحاث اليوم بتظهر تأثير فترة الكورونا. احنا عمليا تعلمنا كثير خلال هاي الفترة، ومنها تعلمنا كمان عن الأثر الجدي من ناحية نفسية واجتماعية على الأطفال بسبب عدم المشاركة في الإطار التربوي اللي مفروض إنهم يكونوا موجودين. يعني التعليم عن بعد عبر الزوم أو أي وسيلة تواصل اجتماعي أخرى هو مرهق نوعا ما وصعب في الكثير من الأحيان على الأهالي، ولكن هل ترين أهمية معينة لاستمرار الأم في التواصل مع الصف مع المدرسة؟ هل كنت تنصحين بذلك؟ طبعا التعليم بالذات في مرحلة الطفولة المبكرة وفي الروضات، يعني بما انه بالاساس في الروضات فعاليات تعلم من خلال اللعب من خلال الفعاليات ومن خلال الانشطه اللي صعب انك تشاركيها وتمرريها عن طريق الزوم، وبحاجه لمهارات وتقنيات عديده من اجل تفعيل الاطفال عن بعد، ولكن هذا يعني ممكن بدعم من الأهل. وهنا مشان هيك في عمليا دور مثل ما قلتي اللي بيزيد عبء على الأهل وبيزيد الحاجة لمرافقتهم بالذات للأطفال في الروضات وبالصفوف الأول والثاني، في حاجة كبيرة لمشاركة الأهل ولمدعم الإطار المدرسي. نعم في إمكانيات مختلفة، في إمكانيات لتفعيل في داخل الأحياء في داخل مناطق السكن في بمجموعات صغيرة في كبسولات اللي ممكن إنها تحافظ على الصحة النفسية تبعتهم وتحافظ على الصحة الجسدية تبعتهم، في إمكانية لإرسال فيديوهات أو إمكانية أم أهمية؟ يعني هل هو أمر خياري أم إلزامي للأم حتى تحافظ على ابنها؟ هو بطبيعة الحال دور الأهل في التربية هو يعني دائما كان مهم، ولكن بفترة العزل وبفترة الكورونا عمليا الدور صار أكثر من مهم. الأم صارت بحاجة أم ومعلمة وطبيبة نفسية وكمان مرافقة وكمان داعمة نفسية لأطفالها، وهي عمليا مع كل المهام اللي موجودة عليها، هي كمان كأم هي ممكن تكون عاملة، ممكن تكون عاملة داخل البيت، ممكن تكون عاملة خارج البيت، عندها عدة أطفال وبدها تقسم عملها وبدها تقسم دعمها للأطفال المختلفين. بس من ناحية الأولويات طبيعي جدا الأطفال في الطفولة المبكر بحاجة بشكل أساسي لرعاية وعناية ودعم ومرافقة، لأنهم هني في عملية التعلم بحاجة لوساطة
من أجل أنه يتعلموا، هني بيلعبوا ومن خلال لعبهم بيتعلموا، ولكن هني بحاجة لوساطة اللي وساطة كلامية، وساطة عاطفية، وساطة لكل الفعاليات اللي مفروض أنه يتعلموا من خلالها. فبالتالي هذا الدور مش هوين. ونعم ممكن في الأطر أو وزارة التربية والتعليم ما جهزت المربيات والمعلمات في هذا العمر للعمل مع الأهل ولدعم الأهل، يعني ما شفنا برامج اللي بتسهم في إداء الدور الأهل بشكل صحي أكثر وداعم أكثر للأطفال. يعني عمل مع الأطفال هو من خلال العمل مع الأهل، مفروض أنه يكون بتوافق مع الأهل وبمرافقة للأهل في المهمة المطلوبة منهم. دكتور نبيلة إسبانيولي، شكرا جزيلا لك على هذه المداخلة الهامة. تفتقر المدارس في إسرائيل لخمسة آلاف غرفة صفية تحتاجها المدارس بشكل ضروري للتمكن من تطبيق الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا. مدينة عكا تعتبر واحدة من المدن التي تضررت من نقص الغرف الصفية. التفاصيل في التقرير التالي. انتظام السنة الدراسية في ظل فيروس كورونا ليس التحدي الوحيد الذي يواجه الطلاب العرب في عكا، بل يواجهون أيضا فيروس العنصرية، حيث تعاني المدارس العربية في المدينة من اكتظاظ كبير، وتكمن حاجة ببناء مدرستين إضافيتين على الأقل تستوعب احتياجات السكان العرب. وضع اكتظاظ لا يمكن تحمله. مدرسة المنارة اللي تحولت يعني لعلبة سردين بكل ما تحمل الكلمة من معنى، كان يوجد فيها في البدايات غرفة مختبر، اليوم تحولت غرفة المختبر لغرفة تعليم عادية، كان يوجد فيها كذلك غرفة للحواسيب، لا يوجد غرفة للحواسيب، كان يعني فيها غرف اللي بتنمي قدرات الطالب على فهم المواد. اليوم مدرسة المنارة في على سطحها هناك كرفان، وحتى الساحة اللي على السطح الثاني تم يعني بناء فيها غرف حتى تتسع لعدد الطلاب. يعني نحن نعاني من اكتظاظ رهيب جدا، 700 طالب في مدرسة التي تتسع فقط ل 400 طالب. ثلاث مدارس حكومية ومدرسة خاصة تستقبل قرابة 3000 طالب عربي في عكا، حيث يبلغ عدد الطلاب في كل مدرسة ضعفي قدرة الاستيعاب لديها. نحن نرى أن السبب هو عنصرية بلدية عكا التي ترى في الوجود العربي الفلسطيني في داخل عكا كشوكة، وهي تريد اقتلاع هذه الشوكة. فلذلك يعني إحدى المبررات أو المسوغات التي قالها قبل عدة سنوات رئيس البلدية لانكري أن تعداد السكان العرب في عكا أو تعداد الطلاب العرب في عكا هو في تناقص، ولذلك لا حاجة لوجود مدرسة ابتدائية أو إعدادية. قبل 15 عاما كانت آخر مدرسة عربية تقيمها بلدية عكا بعد أن أجبرت على ذلك بقرار من المحكمة، ومنذ ذلك الحين تعلو نداءات المواطنين العرب بإقامة مدرسة إضافية تخفف من الاكتظاظ. عندنا عمليا مدرسة هاللي هي بهالسنتين القريبات راح تقام، مدرسة تانية هاللي هي بتطور التخطيط لإلها وتروح للجنة اللوائية، راح ياخد وقت أكيد. مع كل هذا أنا من إسا شايف كيف ما صار معنا بالمنارة، قلت لك بعد أقمنا المنارة وقسمنا المدرسة على مدرستين وظل في اكتظاظ، أنا بتوقع أنه كمان بعد ما تقام المدرسة الثالثة والرابعة رح يضل في اكتظاظ، ورح نكمل نطالب بمدرسة عملياً خمسة. مع بداية كل سنة دراسية جديدة تتكشف الفجوات الشاسعة بين الطلاب العرب واليهود نتيجة سياسات التمييز والعنصرية، وداخل المدن المختلطة تصبح الحاجة الملحة بإقامة مدرسة عربية تشكل تهديدا على الهوية اليهودية للمدينة.
امتد التعليم عن بعد لعام ونصف العام، تلقى فيها الطلاب التعليم عبر وسائل التواصل الإلكترونية. الدراسات تشير إلى أن التعليم عن بعد لم يحقق أهدافه، وفي ذلك خسر الطلاب مواد تعليمية كثيرة. للحديث عن خطط مديري المدارس لتعويض الطلاب عن هذه المواد تنضم إلينا نسرين عودي، مديرة المدرسة الأحمدية في الكبابير في حيفا. مرحبا بك. أهلا. سعيدين بوجودك معنا. الآن الكثير من الأهالي الذين يشاهدوننا في حالة ضغط كبيرة، لا يعرفون ما يتوقعون من هذا العام، ولكنهم يعرفون ما خسروا في العام ونصف العام الماضي. ما هي مخططاتكم لإدارة هذا العام من حيث المواد التعليمية؟ بداية أحب أرحب في أقدم تهنئة مباركة لك ذلك. مبروك في افتتاح العام الدراسي السنة الدراسية الجديدة لجميع الطلاب، وخاصة طلاب مدرستي، طلاب المدرسة الأحمدية، وإن شاء الله بكون عام وسنة دراسية ناجحة وآمنة. أهم شيء، أهم شيء إن شاء الله. هلأ المواد التعليمية، هل تخططون ضغط الطلاب أكثر أم أنكم سوف تعملون على الجانب النفسي بشكل أكبر؟ ما هي مخططاتكم كمديري مدارس؟ كمدير مدارس اليوم إحنا موجودين في أزمة، أزمة في عملية التعليم بسبب أضرار عديدة حصلت بسبب التعلم عن بعد والوضع اللي كان كلنا عشناه في جائحة الكورونا. له أسباب عديدة، إنه مرة تعلم عن بعد، مرة تعلم وجاهي في الصف، وغير هيك الأولاد كمان في أولاد كانوا يمرضوا ما يقدروش يتابعوا عملية التعليم، كان كمان في حجر لهاي الطلاب لبعض من الطلاب، فكانوا يرجعوا متأخر ينضموا مع مجموعة الصف مع المضامين. فكل هاي الأسباب كمان، في أولاد كمان طلاب اللي صعب عليهم يتعلموا عن طريق يعني الشاشات. هناك نقص وهناك تفاوت أيضا. نعم فهاي الفجوات كلها يعني ستجاوبون عليها في تعليم أكثر أو تعامل نفسي. أهم من التعليم اليوم هو العامل النفسي، العامل العاطفي. لا يعني احنا، انا اذا بكون مرتاح الطالب مرتاح بتعلم، لما هو مش مرتاح ما بتعلم. فاحنا اليوم عندنا اسبوع بدينا العام الدراسي، اخذنا يعني ارشادات واعلامات تعليمات، انا كمدرسه يعني اعطيت تعليمات لمعلميني، ما بدي تعليم الا فعاليات تربويه هدفها الطالب يفرغ عن مشاعره على أساس يرتاح يكون مرتاح، وبعدين شوي شوي بنبدأ نعلم. إحنا طبعاً بالعام اللي مضى آخر السنة عملنا مساحات، وهاي المساحات موجودة بنبني كمدرسة خطة كبيرة اللي هي لمدى بعيد، شاركين فيها كل الهيئة التدريسية، وكل مدرس كل معلم بيبني خطة لإله صفية مبنية على الفروقات الفردية لتسديد الفجوات. أسبوعياً في فحص وتقييم وتقويم، فمن خلال هاي الفحوصات اللي هي مش اختبارات، اللي هي من خلال التعليم اليومي، من خلال التعامل مع الطالب، كمان احنا مهم جدا التواصل مع الاهل، بنعرف كل طالب وين هو. هدفها فحص امكانيات الطالب. اكتشفتم ان هناك تفاوت وهناك نقص، عام مضى ربما معظم طلابنا في المجتمع العربي لم يكسبوا شيء، هناك معاناه كامله. ما هي الخطه؟ هل سوف تضغطون الطلاب بمواد تعليميه كثيره لنعوض العام الماضي، ام انكم سوف تعملون بشكل اقل على دمج العام الماضي وهذا العام؟ يعني انا كأم لا اعرف كيف سوف يتم التعامل. في نقطه مهمه ذكرتيني لما قلتي مجتمعنا العربي، مجتمعنا العربي عن جد في ازمه. ليه؟ أنا كنت مديرة مدرسة وعندي زملاء، كنت أشوف كان الطالب العربي الأهل يخلوا ابنهم بالبيت، لما كنا نرجع على المدارس كانوا يخافوا على أولادهم، بينما في مجتمعات أخرى كانوا يبعثوا أولادهم على المدارس. الحقيقة هذا أمر مشروع في النهاية، أن يخاف الأب على طفله. نعم، لكن كمان لازم يعني نساعد طلابنا، ما بصير يعني الفجوة بتكبر، وكل ما بتكبر وما بنعطيها علاج بصير صعب سدها. فإحنا اليوم أنا بعتقد أنه المدرسة والبيت علينا دور واجب واحد، نكون إيد واحدة نحكي مع الطالب، نسمعه شو الشغلات اللي هو بحاجة لها، نشاركه بتسديد الفجوات، إيش أنت بتحس، شو بتحب، لأنه مهم جدا أن نعوده أنه يكون هو يعبر عن نفسه. واليوم الطلاب والجيل الصاعد جيل كتير واعي ومتابع لجميع ومطلع. ومطلع يعني ومتابع. هناك يعني لغة الأم مثلا اللغة العربية، هل هناك تخوفات لديكم من أن يكون النقص مس بهذه المواد الأساسية لدى الطلاب؟
يعني سؤالي هو ما هي المادة التي مست في اطلاع الطالب أو معلوماته فبالتالي أثرت على شخصيته؟ أهم شيء اليوم اللي إحنا الركيزة الكبيرة هي اللغة العربية طبعاً، لغة الأم، لأنه هي اللغة اللي هي موجودة بجميع الكتب، إن كان في كتب التاريخ أو كتب العلوم وما غيرها، وحتى في الرياضيات بنركز على اللغة العربية والرياضيات، لأنه هدول التنين أساسيات، موضوعين أساسيات، وبرضو كمان موضوع الإنجليزي موضوع كتير مهم. ففي إرشاد، في تكثيف، في دورات للمعلمين. هل واجهتم في مدرستكم معلمون لا يرغبون في التطعيم أو الحصول على التطعيمات؟ كان في معلمين بس متأخر طعموا السنة الماضية، عندي حمد لله كل المطعمين ما في. هذا أمر مفرح. مفرح. نعم. طلاب، هل هناك طلاب اضطروا للتغيب عن المدرسة لسبب إصابتهم أو مخالطتهم؟ اليوم نعم كان في بعض كبيرة. الحالات لا مش نسبة كبيرة، 98% حضروا اليوم للمدرسة، في نسبة صغيرة، ومن هون أنا بوصلين الحمد لله على سلامتين وإن شاء الله برجعوا لنا بالسلامة ونعيش مع هذا الشيء للأسف. طب 2% هم نسبة يعني أنا لا أرى بها بسيطة، لأن كل نسبة هي عبارة عن طالب طبعاً. هل لديكم مخططات للتواصل مع الأهل في ظل أن التعليم مجاهي والطلاب في البيوت ليس أقل من 10 أيام؟ 2% مش هو مش نسبة المرضى يعني العدوى أو يعني في أسباب الحجر. أخرى لسه حجر أو أسباب أخرى، دائما في غياب. طبعا احنا بنهتم، احنا الرمز تاعنا في المدرسه بنهتم في كل طالب، كل طالب يكون له خطه ونصل لكل طالب على اساس يكون مرتاح وناجح. هذا مهم جدا، شكرا لك نسرين عودي على حضورك معنا. أقرت وزارة التربية والتعليم أن المدرسين الذين يرفضون التطعيم ستتم إحالتهم إلى إجازة دون مرتب، ووفق إحصائيات وزارة التربية والتعليم فإن عدد المعلمين غير المتطعمين هو 36 ألف مدرس ومدرسة، من بينهم 6000 مدرس من المجتمع العربي. للحديث عن هذه القضية ينضم إلينا عرفات عرفات، وهو عضو نقابة المعلمين ومدير مدرسة للتربية الخاصة. مرحبا بك أستاذ عرفات. مساء جميع المشاهدين. أولا أريد هنا أن أسألك، يعني المعلم يجب أن يكون نموذج وشخصية قيادية للطالب، وهناك نسبة ليست لا بأس بها بل هي كبيرة جدا لا يرغبون في التطعيم، ما رأيك في ذلك؟ أنا بفكر المعطيات بتقول غير هيك. بالنسبة للمعلمين اللي تابعين لنقابة المعلمين الاستدروت، إني حوالي 25,000 معلم عربي، اللي أكثر من 85% منهن تلقوا التطعيم، في نسبة اللي ما تلقت التطعيم، قسم منهن اللي مرض حمل الفيروس وشفي، وفي قسم اللي طعم التطعيم الأول بالفترة الأخيرة. إحنا منآمن وإن شاء الله خلال الشهر اللي جاي يكون فوق 95% من المعلمين الطعام. إحنا نقابة المعلمين من بداية التطعيم نصحنا، وكنا إحنا المبادرين كقيادة في نقابة المعلمين الاستدروت والمدراء اللي رحنا طعمنا حتى نشجع باقي المعلمين إنهم يطعموا. ففي تفاوت بين الإحصائيات اللي قاعدة تنعرض وبين أرض الواقع. يعني ورغم ذلك هناك نسبة من المعلمين الذين لم يتطعموا، ذلك صحيح؟ نعم صحيح، نسبة قليلة. وأنتم في نقابة المعلمين تدافعون عن حق هؤلاء المدرسين بعدم التطعيم، وأريد أن أسألك كيف ستواجه قضية عدم حصولهم على تعويضات أو إحالتهم إلى إجازة بدون مرتب؟ القانون بهاي الحالة واضح، لا ما حدا بيقدر يجبر أي إنسان مش معلم، أي إنسان أنه يأخذ تطعيم أو يدخل أي مادة لجسمه. القانون واضح، ما بيجبر أي معلم، أنه إحنا بنسمع قرار هو مش قانون. القانون هون القانون واضح جدا، ما بيقدر أي جسم يجبر أي معلم أو أي شخص ثاني أنه يتلقى التطعيم. يعني كلمة قانون تشعرني وكأنكم ستتجهون إلى القضاء لحل هذه الإشكالية، في ظل كتابة مدرسين عبر وسائل التواصل الاجتماعي بأنه تم إحالتهم إلى هذه الأجازة من قبل مديري مدارسهم. إحنا بالمقابل، نعم أني أسمعك أستاذ عرفات، يبدو أننا نواجه مش
قيل تحمية. احنا نشجع المعلمين نعم. روح مسموع انا؟ نعم نعم اننا نسمعك. في عندنا موضوع الفحص الطبي، انه قبل 84 ساعة كل معلم يروح بدوش يطعم او رافض انه يطعم يروح يعمل هذا الفحص، واذا كانت نتيجته سلبية بيقدر يتوجه للمدرسة. احنا كمان هنا في المقابل بدنا نحافظ على سلامة طلابنا، واذا حافظنا على سلامة طلابنا بدنا نحافظ على سلامة الاهل. فانا من هنا بدعو كل معلمين اللي بعد ما يطعموا يروحوا يطعموا على عشان نرجع لحياتنا الطبيعية ونرجع لمدارسنا. نعم نحن نأمل ذلك. شكرا جزيلا لك أستاذ عرفات عرفات. ومع العودة إلى المدارس بشكل آمن وحفاظا على الصحة، ما هي التعليمات والإرشادات المطلوبة لتجنب الإصابة بفيروس كورونا؟ كيف نتعامل مع أبنائنا مع عودة المدارس؟ طلبتنا وكوفيد 19. قرع الجرس وفتحت أبواب المدارس، وها هم الطلبة يلتقون بمقاعدهم الدراسية، ومع كل منهم ضيف وهو الكمامة. فللعام الثاني على التوالي تفتح الصفوف بحضرة الزائر المتغير فيروس كورونا. نحو 1,452,000 طالب وطالبة استقبلتهم مدارسهم، فجاء الأهل مودعون لهم على الأبواب، والوصية لهم بالحذر من التقاط الفيروس من زميل أو معلم. فكل عائلة قلقة على أبنائها بعدما تحور الفيروس وتطور، فلا طمأنينة ألا يصيب الفيروس الأطفال. وحول ذلك أعلن أطباء بريطانيون أن السلالة الجديدة من كوفيد 19 لديها قدرة على إصابة الأطفال، ولكنهم لم يثبتوا أي نوع من السببية بخصوص ذلك. كيف نتعامل مع أطفالنا الآن؟ علينا أن نهدأ في صباح كل يوم، نحرص على تناول أبنائنا وجبة الإفطار، فالفيتامينات هي السلاح الخفي لتقوية أجسادهم. وفي طريقهم للمدرسة نذكرهم بنبرة لطيفة بأن يحافظوا على نظافتهم وغسل الأيدي المستمر وارتداء الكمامة وترك مسافة بينهم وبين زملائهم. تودعون أبناءكم والبال يبقى مشغولا عليهم حتى تلتقوا بهم عشية النهار. استقبلوهم دون تلامس، اغسلوا ثيابهم واطلبوا منهم غسل أيديهم بعد وصولهم للمنزل. تخلصوا من الكمامة، فهي تستخدم لمرة واحدة خوفا من أن تصبح جامعة للجراثيم والفيروسات. عززوا ثقة أبنائكم بأنفسهم واشكروهم على التزامهم بالتدابير الصحية خلال يومهم. وإن كان الابن أو الابنة يعاني من مرض مزمن كالربو أو السكري أو السمنة، احرصوا على تواصل مباشر مع المعلم وأعلامه بتفاصيل الحالة الصحية للتعامل بحذر خفي متزايد معه داخل الغرفة الصفية. كيف يحمي المعلم طلبته؟ أنت كمعلم تذكر دائما أن سلامتك وسلامة طلبتك أولا. بعد اشتياق لهم وبعودتهم انقل لهم المعلومة الصحيحة حول فيروس كورونا كي لا يصابوا بالذعر. استمع لهم ولا ضرر من حلقة نقاش لردود أفعالهم حول كوفيد 19. حافظ على التباعد بينهم داخل غرفتهم الصفية والتعقيم الدائم. راقبهم باستمرار، وإن شعرت بأعراض على أحدهم تعامل بهدوء وأخبر عائلته، وتجنب الحديث عنه أمام زملائه حفاظا على مشاعره. انتبه إن كان أحد الطلبة يعاني من مشاكل سمعية، قد تعيق الكمامة وصول صوتك وصوت زملائه له بشكل صحيح. وإن شعرت بوعكة صحية اشتق لطلبتك وابق في منزلك حفاظا على صحتهم، واستمر بالفحص الدوري للفيروس. سلامة المعلم والطالب مسؤولية تقع على الجميع. في كل عام تعاني البلدات العربية من تمييز في الميزانيات المخصصة للمؤسسات التعليمية مقارنة مع المدارس اليهودية، وهذا ينعكس على عدد من المواضيع بينها التخصصات والنقص في الغرف التدريسية، بالإضافة إلى النقص الحاد في طواقم العمل داخل المدارس الذي ينعكس سلبا على أداء وتحصيل الطلاب. عن ذلك ينضم إلينا الأستاذ الدكتور خالد أبو عصبي، وهو
مدير معهد مسار للأبحاث الاجتماعية ومحاضر للدراسات العليا التربوية في الجامعة العربية الأمريكية. مرحبا بك دكتور. مساء الخير. يعني قضية التفاوت أو التمييز حتى في الميزانيات ليس بالجديد، ولكن وفق الدراسات ماذا يمكنك أن تحدثنا عن تأثير نقص الميزانيات على معلمينا وعلى طلابنا؟ هل في التحصيل؟ هل في نهاية حصولهم على شهادات بجرود؟ كيف يؤثر ذلك؟ دعيني أولاً أن أهنئ طلابنا جميعاً والهيئات التدريسية والأهالي بسنة دراسية بدأت اليوم، عسى أن تكون سنة خير وسنة بركة وسنة موفقة للجميع. نأمل ذلك. بخصوص سؤالك، بدون أدنى شك أنه في علاقة بين الاستثمار وبين النتائج وبين المخرجات ما يسمى. طبعاً في هناك فوارق كبيرة جداً بالاستثمار بالطالب العربي مقابل الطالب اليهودي، والاستثمار أحياناً يصل إلى 5 أضعاف، لكن مصادر الاستثمار هي 4، هي الحكم المركزي والحكم المحلي والأهالي والمجتمع المدني. ولكن بنهاية المطاف من حق الطالب بغض النظر عن من يقصر من الجهات الأربع اللي ذكرتها، من حق الطالب كأي طالب أنه يحصل على ما يستحقه من مخصصات، بحيث يكون هنالك عنده الفرصة للنجاح أسرة بزميله الطالب اليهودي. العلاقة طبعا هي علاقة قوية وعلاقة إيجابية بين ما يستثمر وبين النتائج، إذا كان ذلك على شكل تحصيل أو كان ذلك على شكل مخرجات أخرى مثل التسرب والسلوك وما إلى ذلك. طبعا هذا بدون أدنى شك يعني. فلذلك كيف ما نظرنا إلى الموضوع، يجب أنه إحنا نحاول بقدر الإمكان أنه إحنا أن لا يلحق الغبن بطلابنا بأي شكل من الأشكال. باعتقادي المسؤولية هي بالأساس هي مسؤولية الحكم المركزي، فإذا غاب أو نقص يعني استثمار من الأهالي، على اعتبار أنه واقع المجتمع العربي أنه 2/3 الأهالي بالمجتمع العربي في ضائقة اقتصادية، فعلى الحكومة هون أن تأخذ دورها وأن تقوم بسد هذا النقص. يعني متى على الطالب، أي هذا الطالب الذي يحصل على ميزانية أقل 5 أضعاف، أن يعرف أن معاناته ليست بسببه أو بسبب قدراته التعليمية وبسبب تقصير أهله، إنما هو نتيجة لتقصير مؤسساته؟ هل هو عندما يرسب في المواد؟ هل هو عندما يجلس في صف مكتظ لا يمكن التنفس به وأن المعلم لا يمكنه أن يصل إلى جميع الطلاب؟ متى على الطالب أن يعرف أنه أمام معاناة كاملة للمجتمع؟ ربما الطالب لا يعرف يعني مطلقا هذه المعادلة القائمة بين المدخلات والمخرجات، ولكن علينا نحن كناس يعمل في جهاز التربية والتعليم، إذا كان من المديرين أو المعلمين أو لجان الأولياء أو الباحثين، أن نعي ذلك وأن نحاول بقدر الإمكان إعطاء الإجابات على مثل هكذا تساؤلات. يعني نسبة التسرب اللي هو التسرب الظاهر والتسرب الخفي هي عالية جدا، نسب الاستحقاق البجروت هي متدنية مقارنة مع الطلاب اليهود، خاصة بجودة شهادة البجروت، نحن نرى ذلك يعني سنويا. النتائج امتحانات البيزا وامتحانات الـ OECD توضح ذلك، وفي عنا إشكالية كبيرة بما يتعلق بالتحصيل وإعداد الطالب إلى القرن 21، قضايا عديدة وقضايا كبيرة، وكلياتها ناتجة طبعا بدون أدنى شك من الاستثمار. والاستثمار هنا يعني يقاس بآليات وبأمور كثيرة. يعني أنا استمعت إلى بعض ما جاء في تقريركم بما يتعلق مثلا في النقص في المدارس، في الغرف التدريس. يعني نحن بسنة 2021 بعد ما نحكي عن نقص في غرف تدريس، يعني هل يعقل هذا الشيء؟ أو نقص في معلمين أو نقص في تخصصات معينة في المدارس، يعني هذا الشيء لا يعقل. لذلك يعني لا نتفاجأ إذا بيكون في عندنا نتائج كيف هي موجودة، وعلينا أن نرصد هذه النتائج ونرصد هذا الواقع ونحاول بقدر الإمكان أن نطرح هذه الأمور، لعل وعسى نستطيع أن نغير من السياسة.
يعني هل القيادات السياسية يجب أن تلعب دور في هذا الأمر في تحصيل الميزانيات، خصوصا أن الكنيسة هو بالنسبة لأعضاء الكنيسة العربية هو معركة أو أرض معركة لتحصيل الحقوق المواطن العربي؟ هل لديك نصيحة هامة جدا أو توضيح هام جدا يجب تحقيقه في هذه قاعات الكنيسة؟ يعني بدون أدنى شك أنا كباحث في مجال التربية أستطيع أن أكون بدراسات وأن أزودهم بمعلومات ومعطيات أنا والآخرين من الزملاء والزميلات، ودورهم هم بأن يقوموا بعملية الضغط السياسي حتى يستطيعوا من تحصيل هذه الميزانيات والتأثير على السياسات بما يتعلق بالميزانيات. بدون أدنى شك يعني ماذا تواجدهم هناك، يعني لأي هدف بموجودين هناك. يبقى السؤال هو سؤال أولويات، أين توضع هذه الميزانيات؟ يعني قضية هي ليست قضية تحصيل ميزانيات، إما قضية كمان أولويات، أين توضع هذه الميزانيات بحيث يكون أثر لهذه الميزانيات بشكل يعني مباشر وفاعل على المخرجات جهاز التربية والتعليم. يعني في الأولويات ماذا كنت تنصح؟ هل هو للطاقم التدريسي حصوله على تدريبات أكثر أم لاستثمارها في الطلاب أنفسهم؟ باتجاهات عديدة، بدون أدنى شك أن المعلم هو المحور أو العامل الأساسي في عملية التغيير، فبدون ما يكون في عنا إحنا معلم اللي هو قادر على إنتاج إنسان من خريج جهاز اللي هو يدخل القرن 21، أنت تحتاج إلى معلم اللي هو قادر على إنتاج أو العمل على مثل هذا الخريج. لذلك يجب أن نستثمر بالمعلمين، يجب أن نستثمر بتطوير المعلمين، بتدريب المعلمين، بإعداد المعلمين بشكل جيد، وأيضا نستثمر بالطلاب بما يتعلق بالطلاب اللي هم بحاجة إلنا، خاصة الطلاب اللي مهمشين وموجودين يعني مستضعفين في داخل الجهاز. ونستثمر كمان بأدوات وبآليات وبمباني وبأمور كثيرة. يعني برجع وبقول الأولويات هي تعني أنه أفحص أنا ما هو تأثير كل شكل أنا بوضعه في داخل الجهاز، وما هو الإمباكت فاكتور تاعه، قديش ممكن يكون الإدت فاليو، قديش ممكن يكون الزيادة في التأثير تبع كل شكل أنا بوضعه في داخل الجهاز. هذا بحاجة إلى أخصائيين، بحاجة إلى اقتصاديين، بحاجة إلى رجال التربية، بحاجة لمؤسسات تهتم بشأن المجتمع، وبحاجة إلى حكومة ترى بنا جزءا من المجتمع هنا. شكرا جزيلا لك دكتور خالد أبو عصبي على هذه المداخلة. أما أنتم مشاهدين نأتي هنا إلى ختام حلقتنا البانورامية، نودعكم في أمان الله، شكرا لكم.